السلام عليكم، صباح الخير، صباح النور، صباح السرور، صباح التيسير والبركة على الجميلات. إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. شوف سبحان الله العظيم اللي عقلتو ديك ماشي ديك المهم ماشي شهورة قلال كنت كنصب عليكم الخضورة الخضورة والشمس والأجواء ساطعة. صافي دابا يا عتي تبارك الله الشتاء يلا دابا حبست واحد شوية هاد الجو هذا والجماعة والحباب واللمة الجميلة. قلت غادي ندوز إن شاء الله غادي نصايب الفطور، مهم معايا بشرى وليداتي وليداتها، قلت غادي ندوز ان شاء الله نصايب الفطور. فاول حاجه بديت بها واللي هي الحسوه، مهم مع البرد كنبغيوها كاطباق الحسوه كيجيو زوينين في الفطور. مهم غادي ندير انايا الحسوه ديال الشعير ولا البلبوله، انا درت هذه الرقيقه هذه، مهم تشوفوها هذه الرقيقه هي اللي كتعجبني، كتغسلوها ضروري مزيان على الاقل واحد ثلاثه المرات. صافي ورديت تما الماء يغلى، درتو بالملحه ضروري كديري مع ارشيشه الملحه. درت هنايا معلقه كبيره من كل من زنجلان، زريعه الكتان، تقدروا ديروا النافع حبه حلاوه بجوجهم كيجيو زوينين، يعني اللي متوفر عندكم ولا ديروهم بجوج. درت حب رشاد، درت حبه البركه ولا السانوج اللي كنقولوا ليه، تقدروا ديروا حتى الزعتر البلدي حتى هو كيجي زوين. صافي غادي نضيفوا كلشي وناخذ واحد المعلقه. هي المعلقه جات، نحركوا مزيان شكل شي تملح مع ديك المعلقه المليحه اللي درنا، المهم الملحه على حسب ذوقكم نتوما. صافي وغادي نرجع نسد الطنجره ونخليها تقريبا واحد نقولوا واحد 10 12 دقيقه ماشي بزاف. سواها هي دغيا كتوجد سورتو جهدتو شويه العافيه، راه دغيا صافي كتطلع على الغليه. شوف دابا في هذه المرحله هذه غادي ندوز انايا غادي ديروا الحليب العادي ولا ديروا اي حليب، انا كيعجبني هذا، المهم كندوروا بها مره هذا حليب ديال اللوز ما كيكونش حلو، يعني ما فيش اضافات ديال الحلاوه. صافي كديروا جهد واحد كاس كبير ولا شي حاجه. صافي وغادي ندوزو دابا ندوروها. ها هو البريرات ديالنا، شوفوا كاس كيغلى، درتو تما درت هذا البراد العائلي اللي كنسميه البراد العائلي الكبير، هذاك كنجبدو هكا كانت الجماعه. صافي هنايا درت لي بانكيك، عاد ما غادي نرجع نسخنهم ان شاء الله قبل ما نحطهم. وهنايا كيعجبوني هاد لي طوس ديال القمح، نوريهم لكم شوفوا كيكونوا عامرين بالحبوب، هادو قريتهم وغادي نديرهم ان شاء الله بهذا، كندهنهم فرماج ياك فرماج اللي كان هنايا عندي الصومو ولا الفومي ولا اللي كان عندكم، يعني بغيت زعما نقول دجاج مدخن ولا لادن مدخن، عندي لافوكا وعندي هنا واحد الخلطه ديال الاعشاب ايطاليه. صافي هي باش غادي ندوز ندهنهم. عاوتاني خديت هادو دي توست اللي كيكونوا هما ديجا حلوين، يعني كيكونوا بالزبيب والقرفه كيجيو زوينين كيعجبو ولادي، تما هكا فطور دهنتهم ليهم بالشوكولا ودرتو لهم هكا فريز، هكا كيجي الدراري الصغار كيعجبهم بحال هكا، ولا بعض المرات كديري البنان ولا شي حاجه. صافي هنايا الحسوه هي قاديتها في الزليفات، فطورنا الصباح جاهز والاطفال اجتمعوا على الماء. ما عندكش بلاصه وتتحمي انت وصاحبتك شو الناس داك هنا كلهم كيضربوا على البلاصه. المهم شوفوا هذا كيفاش كيجي وكيجي زوين، سمعوا النقاشات. ودابا عاد العود معكم، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميلات، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. ودابا عاد غادي نبداو اليوم ديالنا من بعد ما كل واحد شد الوجهه ديالو، وبشتا انا نشد الوجهه ديالي ان شاء الله فرحي للجميع وداكشي. المهم انا ديجا بديت، يعني ماشي يلا غادي نبدا، تقريبا من نهار جبت الكراتن بديت كنحيد عليا شويه باش ما نحش بهذيك تماره وما نتدركش في الوقت وما نستريساش او ميم طون ما نفورسيش على حتى صحتي، خصوصا دابا ولات عندي الخبره الخبره في الرحيل بعد، يعني اش نقول لكم، ما هي تجربه، ما هما ثلاثه، ما هما خمسه، ما هما المهم المسيره طويله في الرحيل. المهم ما بغيتش نحسبهم. المهم قلت لكم ان شاء الله واحد القضيه عاوتاني قبل ما نبارطاجي معكم اي حاجه في هذا الطارق اللي عندي اليوم، واحد توضيح بعد التعليق اللي كيوصلوني. انا شخصيا كنبقى نستغرب بزاف ديال شغلي، مثلا ما عارفينش كيقول لي علاش غادي يطرح لي هاد الدار اللي انت فيها زوينه ياك يلا رحلتي. المهم ربما ما شافوش الفيديو انني قلت لكم السبب او لا غيزون اللي خلاتني نرحل عاوتاني، يعني شي حوايج ماشي بيدي، يعني شي حوايج كيجيوك هكاك ما كيكونوش بيدك. واللي ما شافوش هذا الفيديو لانه المراه خلات لي واحد لافي، جابت لي واحد الورقه خلاتها لي يعني حدا باب الدار، انها بغات الدار ديالها، واخا هي كانت بغات دير معايا زعما تقول لي يعني ما تسيني معايا لا كونطرا لا تجديد لا حتى شي حاجه، قالت لي زعما الا بغيتي نزيدك واحد شهرين ولا شي حاجه بعد ما تسالي الكونطرا، واللي هي غادي تسالي في شهر 12 ابار سا، يعني ما بغاتش تجددها معايا واحد عام اخر.
هذا هو السبب اللي خلاني ناخذ الخطوه ديال الرحيل، وربما فيها خير الحمد لله، ربما ربي يبغى ليا انني نستقر ان شاء الله في شي حاجه اللي تكون ديالي. هذه من جهه. من جهه اخرى تعاليق اللي كيجوني كما قلت لكم غريبين، وانا كنستغرب لهاد الناس، ما عاد كما نقولوا ربما عقلهم محدود، ربما تفكيرهم ما عاد غريب، لان الدنيا مخلطه كما كنقولوا في لي ريزو سوسيو. شي وحدين كيتشمتوا بيان سو، وشي وحدين كيقول لك وليتي ما بقى عندك ما يدار، يعني كيقول لك ما عندك ما يدار، كل مره راح لا زعما انا غير كنجلس كنقنط كنقول اجي انتصار، اجي نبدل الجو، اجي نفوج نفوج، غادي نهلك صحتي، نبدا نهز في الثقل ونبدا نومبالي ونبدا يلا. بعد ما كل حاجه كتشد بلاصه نوض نجمعها ونوض عاوتاني نقلب على دار اخرى، زعما انا مات لهاد الدرجه. هذه قاتلني الملل وقاتلني الراحه، يعني كتشوفوا ان الرحيل ربما انا زعما انا اللي كان انا اللي كنختاره. الا كان ربما كتشوفوني بحال هكا، وواحد اخر عاوتاني تشمتات قالت لك الناس الناس كيموتوا والقضيه الفلسطينيه، وانت هي كل مره جايه بالرحيل، اش جاب القضيه الفلسطينيه والناس كيموتوا في الحرب الانتصار راحله؟ اشنو هو الرابور؟ يعني هكا كاش كنقول لكم شي ناس راه كيجيني غريب، كنقول واش هادو عايشين معنا في هذا الكوكب هذا؟ زعما اللي كتشمت فيا في الرحيل كنقول الله يعطيه لك، والله عطيه لك مرات وجوج وثلاثه واربعه باش تشوفي الشماته. يعني ملي كتشمتي في شخص اللي هو مثلا ربي، كيكونوا هذوك مكاتب ديال الدنيا، ربي كل واحد كيفاش كيعطيه مكاتبه، ربما انا كيعطيني حاجه وكيحيد لي حاجه، وانت كيعطيك حاجه ويحيد لك حاجه، ونتمنى لك تجربي انت هذه التجربه ديال الرحيل المتكرر باش تشوفي كيفاش دايره، باش تحسي بها انت ان شاء الله. فهاد الشيء اللي كاين البنات، وحنايا باقيين اختي مكملين هاد نقولوا مغامره جديده ان شاء الله بكل حماس وبكل طاقه ايجابيه مع اختكم انتصار. دائما غادي تشوفوا الابتسامه، غادي تشوفوا الحماس، غادي تشوفوا ان شاء الله غادي مع بعضياتنا في هذا المسار ان شاء الله، واكيد اخرته ان شاء الله الطريقه غادي تكون خير في خير في خير، وكيف ما كتمنوا لي الخير وكتدعوا معايا من قلبكم، بغيت هذوك الادعيه ان شاء الله يخرجوا لكم في الاضعاف المضاعفه يا ربي، وان شاء الله تكون دعوه خارجه من القلب وتوصلني نيشان سيدي ربي، وجعلها دعوه مستجابه. هنا البنات دز دابا ان شاء الله لهاد نورمالمون هاد الرونجمون هذا نفعني هاد البيريود هادي، مي حتى هو من الحوايج. المهم انا وليت دابا فين ما كندور في الدار هادي الحيده وليت بغيت زعما نحيد علاش ما قدرت، فهذا غادي نشوف مولا الدار الا بغات نخليه ليها، لانه ثقيل، هو زوين ولكن فريمون ثقيل، فهذا من الحوايج اللي غادي يقدروا يديروا تعلكيشه في الرحيل، فقلت يا اما نخليه، المهم نشوف هذيك الساعه كيفاش ندير، الا في كاع الاحالات نعاود ندي معايا وصافي. المهم ديجا الفوق راه حيدت السيكان، الطاجرات التحتانيين حتى هما خويتهم، خليت هنا غير صاد شي جوج سيكان، واحد في البيج واحد في الكحل، هادو زعما الا بغيتي احتاجيتهم هاد الايام. ابار سا صافي غادي ندوز ان شاء الله نجمع الروايح، نخلي غير شي جوج، هذه كتعجبني، ونخلي انا واحده اخرى، نخلي هذا كريم، ونخلي كريم واحد ديال الجسم صافي، هادشي لاخر صافي ما كاين ما عندي ما ندير زعما بهذا الشيء كامل. هاد الساعه صافي حاجات اللي غادي نحتاجهم هاد الايام، فوالا خلي هذا حتى هو، المهم نقول بقى خلي هذا شي وحده صافي ان شاء الله نحيدو علينا هادشي. بالنسبه للصبيغات ديال اليدين غادي نديرهم هكا سيباري في تروس بوحديتهم، حتى الا وقعت ترست شي حاجه ولا هذا ما تطلقش في شي لاخر، بعدا تكون هكا بوحديتها. جيو يا لالا دابا الووركين كلوزيت، الحويجات ان شاء الله الجميع ديالهم. انا شخصيا يعني في الرحيل ما كيغلبونيش الحوايج، انا اللي كيقهرني صراحه هو داكشي اللي فيه لومبالاج، اومبالي والسكوتش وداكشي هو اللي كيقهرني، اما الحوايج كيجيني ساهل حالهم. دائما اول حاجه كان فيلتري، كنقص اللي خاصو يتنقص، زعما صافي انا كنجمع وعيني ميزاني كنحيد نحيد نحيد، ديجا انا كنت حيدت بزاف قبل ما نمشي للمغرب. وثاني حاجه ما كنديرش هذيك الخدمه المعاوده، حيت كاين اللي كيرحل كيبدا يحيد العلاقه، يطوي ويستف، عاوتاني ملي تبغي تحطيهم ترجعيهم عاوتاني تبداي تركبي في العلاقات، هذه خدمه صعيبه. كنشد انا كل جوج ولا ثلاثه البياسات كندير العلاقه في القلب ديالهم وكنلوي صافي، وكنجمع لهم الطريفات ونحط، انا كنجمع. المهم السيكان صراحه ما غاديش يكفيوني في الرحيل باش ندير فيهم الحوايج كاملين، شي حوايج غادي نديرهم في السيكان ولي فاليز، وشي حوايج هكا اللي كيكونوا هكا زعما غلاضين كيشدوا البلاصه كنديرهم في هاد الساشيات الكحلي الكبار صافي، كيهزوا ليا تبارك الله.
هادو دابا هما هادشي هدي هي الطريقه اللي غادي ندير. غادي نبدا نحيد نجمع وندير هنايا صافي. وكنخلي غير شي لبيسات ولا سورفيطات. دابا غالبيه غادي نحتاج غير السورفيطات والقبيات. وهنايا لي شوميز ديال الصيف هادو في الغالب شو غير لي شوميز وداكشي هادو حتى هما غادي نحاول ان شاء الله نجمعهم، يعني ما بقيتش محتاجاهم دابا في هاد البيريود. هنا البنات جيت بغيت نحيد هاد لي طابلو عرفتي، وبقيت كنضحك اتي هادو الا عقلتهم. والبنات اللي متبعين معايا فاش يلاه رحلت لهاد الدار عقلتوا فاش كنت طالعه فوق لابوسيو كنموت بالضحك معاكم، كنقول لكم انتصار والبريكول فاش درنا ليهم درنا ليهم غير داك البينات هو باش كنا شديناهم. وكنت كنقول لكم انا ريت شي نهار نكون نعسه ويطيحوا لي فوق راسي الا عقلت راه ما كنت لحفرت ليهم لا والو، يعني ما درت لا شي نيور لا والو. اي جيت وشديتهم تما وكنت كنقول شي نهار نوض مبوقله دايخه ونقام طايحين هكا فوق راسي. شو سبحان الله هذيك النهار علقناهم، ها هو دابا جا الوقت صافي باش نجمعوهم سبحان الله العظيم. ايوا السنين دابا راه ديجا كما قلت لكم بريسك عام، شوفوا كيفاش داز راه عمرنا كيطير سبحان الله العظيم. اللي دار شي حاجه زوينه في حياته راه هي اللي غادي يدي معاه في هذه الدنيا هذه. صافي غادي ندوز دابا انا كاع داكشي ديال الطابلوات والديكورات وداكشي كلشي صافي غادي نحيدو، ما بقى عنده دابا حتى شي دور. معايا الشومبر الثانيه اللي حتى هي مرونه. المهم دست خرجت هنايا هاد لي دو فاليز هادو صغيورين ديال وليداتي، هادو غادي نجمع ليهم فيهم حويجات ديال المهم. هنايا كنت ديجا مستفله ليهم بحال اليزا مستفله هنايا الكسيوات ديال عندها شي وحدين معلقين شي وحدين مطويين. هنايا مثلا هنايا الشورطات وداكشي ديالها فوالا. هنايا كنت هادو دايره ليهم فيهم داكشي ديال الطويان، وبيان سور التعلاق راه كاين حتى هو. غادي ندوز دابا هادشي نجمعوه هنايا. هنا ديجا رجمعت واحد العلاقه حيدتها، غادي ندير لهم حويجاتهم الخفاف هنا. وديجا هنايا راه بديت كنجمع هنايا السيكان. هادو هما اللي قلت لكم هادشي راه ما يمكنش يكفيني انايا في الحوايج ما بيني انا وما بين ولادي، ومازال تبارك الله عندي السلعه، يعني السلعه ديالي اللي كنبيع في البلدي وداكشي، يعني امبوسيبل هادشي كله يكفيني. فشي غادي يكون في مياكي، شي غادي يكون في لي فاليز، وشي وحدين غادي نديرهم في كراتن. ضروري قبل خاصني نشارك معكم بعدا لا كوموند ديالكم من عند سهيله كيفاش كتوصل، يعني متوله محدقه كيعجبني انا صراحه فاش كيوصلوني عندها كنكون متحمسه غير فوقاش نحلهم. المهم شوفوا ليا لومبالاج كيفاش كيكون، راه كلشي الاكسسوارات كتصيفطهم هكا بيان اونبالي. ميم هكا مثلا كتصيفط لكم دي بوك بوحدهم ولا دي بغاصلي ولا شي حاجه كتصيفطهم لكم في هاد الخنيشات. هانتوما يا بنات كيفاش كيجيو اللبسه. شوفوا دابا هادو تحلفوا عليهم وجدهب عرفتي فنين، وحتى الكاليتي عرفتي راه ثقالين ومخدومين متقونين مزيان. ها هو لاباك ديالهم شو كيفاش دايره كيجي اونصوم. المهم انا زدت عليهم هاد لي دو بغاصلي هادو البنات. المهم كل حاجه عندها سلسلتها فوالا. هادي السلسله الاولى شوفوا كيفاش دايره شحال فنه. هادي جات اونصوم مع هاد لي دو بغاصلي ها نتوما شفتوها، هادي مع لي دو بغاصلي. بغيتو تكملوا حتى لونصوم ديال الخاتم وداكشي راه عندها، انا سبق لي خديت الخاتم ديالهم هكاك علاش ما عاودتش كومونديتو. وبالنسبه لهاد البراسلي هذا ديال المسمار ولا ديال الفيس، ها هو باش تشوفوا هذا الخاتم ديالو، ها هي السنيسله ديالو باش نخرجها لكم باش تشوفوها اكثر. السنيسله ديالو فن عاوتاني، شوفوا كيفاش كتجي رائع صراحه. الاكسسوارات ديال سهيله راه ما نقولش لكم. ها نتوما السنيسله الاخرى، وكما العاده البنات كما كنقول لكم سميتو الشحن راه كاين جميع الدول، وكاين كود برومو ديالي ديال 20% ناقصه على اي كوموند بغيتو دوزوها عند سهيله، سواء كوموند صغيره سواء كوموند كبيره كلهم كتنقص لكم فيهم 20% ملي كدوزوها. دابا تبارك الله راه ولا عندها حتى لي برودوي كوزميتيك من غير سميتو من غير هذا يعني هاد لي بيجو. ثم لبست لكم لي غورميت باش تشوفوهم كيفاش كيجيو في اللبسه ديالهم. هادو كما قلت لكم البنات فيهم حتى الخضر الملكي، فيهم البيض وفيهم الكرونه، شوف كيفاش كيجيو فني. غادي نوريكم الحلقات ديالهم، الحلقات حتى هما بحال زوينين كيجيو. هادوك اللي كيجيو مهذبين في يعني نازلين كيجيو كيوت هكا في الودن. وخلاص راه الزرق راه حتى هو ديجا وريتو لكم، نوريكم الحلقات ديالو. شوفوا السده ديالهم كيفاش كتجي محكومه هكا في الودن. تكون خاتمتها مع هاد لونسومبل هذا ديال اليوبار. المهم شوفوا السنيسله ديالو حتى هي شحال زوينه، شفتوها شحال فنه غزاله. وكيجيو بيان سور معاه الحلقات ديالو، ها هما الحلقات شوم زوينين. المهم كما قلت لكم باش زوينين هاد لاسي انوكسيدا بانهم ما كيتبدلوا ملالو لا والو. انا كاع الاكسسوارات يعني في السنوات الاخيره ذهبي راه مخبيه صراحه
عاد بي ولي ساك مره مره كنطلع لي كنلبسو، مي غالبيه هكا بشكل يومي انا كيعجبني نلبس اكسسوارات، فوليت مدمنه عليهم، كنتوضى بهم وندوش بهم نغسل بهم الماعل وكل شيء، نرش عليهم الريحه ما كيتبدل زعما لا لو لا والو. صدقوا لي موديلات زوينين، ولا بغيتو تشوفوا يعني لو سيت تشوفوا كاع لي موديل لي ديسپونبل. بالنسبه لهاد الطاجيرات هادو خويتهم كاملين تقريبا، خليت غير هاد شويه شويه الحوايج، خليت شويه على بيجامات على تيشيرتات على سراول والسيرفات وداك الشيء. المهم داكشي اللي غادي يكفيهم هاد المده هادي، اصلا هما راكم عارفين ولادي يعني كيجلسوا معايا سيمانه اه سيمانه لا، راه بعض المرات ما يلحقوش كاع يلبسوا هاد الشيء هذا كامل. هنايا بالنسبه للقبيات ديالهم، المهم انا ولادي واحد اش نقول لك بجوج بهم من العيمه نشرف الحوايج كيخليو لي كلشي مشوا القبيات. شوف شو عندي الزوافريه شوفوا كاع حوايجهم كلشي حوايجهم، لا اليزا ولا اريز كلشي حوايجهم غير القبيات القبيات القبيات. ما عرفتش واش هذا هو الستيل كنظن اللي ولا رايج عندهم في المدارس هنايا. خلاص اليزا ما بقات كتبغي تلبس ليا لاكساوي، اريز خلاص جين ولا شوميز ولا داكشي، داكشي انتردي حنا عندنا، داكشي كاع ما حنا كنتقداو حنايا، راني لي غير السراول. وبنتي اليزا اللي جينز مع القبيات، اريز سراول سورفيت، المهم يعني اي حاجه كنشريها خارجه على هذا النطاق نعرف راسها ما غاديش تلبس ليا. قولي واش نتوما ولادكم بحال هكا. بعدا لا فاليز الاولى هنا هاد الجهه هادي باش نبقى عاقله عليها، درت لي تيشيرت ولا شورت ديال اريز ولي بيجاما وداكشي ديال الصيف. بيان سور انا كنفلتري او ميم طون كيما قلت لكم، اللي كيتنقص كيتنقص واللي عارفه غادي باقي مزيان وباقي غادي يجيو ان شاء الله. وهنايا درت لي غوب ولي بيجاما. هنا دابا البنات بانت لي غادي تولي عندي واحد الروينه عجيبه بلاتي بلاص. هنايا بديت كنعمر ها نتوما الطاشيات وهادشي، بديت كنعمر وكنخرج لهنايا جيت الدروج نعمر ونخرج جيت للدروج، وبان لي بحالي غادي تبلوكا، فما عرفتش شنو غندير، غادي خصني نشوف شي بلاصه اللي فهمتي نخويها من كل شيء وهي اللي نبدا نحط فيها، لانه سينو الدار كلها غادي تبلوكا ليا، غادي تبلوكا ليا جيت الدروج جيت الناموسيه وداكشي، لان دابا يلا في البدايه وديجا كتبان لي بحال اللي فهمتي عرفتي فاش كتبدي كتجمعي كتبان لك الدار بحال اللي تخنقات عليك اصلا، غير بركه غير كيما نقولوا غير هذاك ستريس وداك الشيء ديجا كافي. فانا ما صراحه ما كنبغيش نشوف هكا الدنيا، فغادي نشوف شي حل، سواء نحيد هاد لي رونجمون اللي عندي هنا، ولا بيت البيت الاخر هذا اللي هنايا هو اللي غادي نخوي ليه شي كوا باش هو اللي نجمع ونحط فيه، نجمع ونحط فيه باش ما نبقاش نشوف هذاك الشيء قدامي هابطه طالعه نبقى نشوف فيه. بس جاكيتي ها هي البنات صافي ولينا كنلبسوا دابا لي جاكيت ولا البرد. وشوفوا هنايا الشجر بقيت عقلو انا هاد الطويله هادي كنت كندوز منها مره مره، عرفتي تبارك الله على مناظر كيفاش كانوا مع تخيلوا معايا هاد الشجر هذا كله في يامات الربيع كيكون خضر عرفتي ديك خضوريه ناصعه، وفوق الخريف كيكون اورانج. دابا تقرع مسكين دابا صافي وصلنا لهذيك المرحله طبيعه في ايامها الاخيره. دابا راه مازال كنشوفوا الكازون وكنشوفوا شي حاجه كنشوفوا شي حاجه صافي كيوصل عندك شهر 12 ما كيبقى لا كازون لا شجر لا حتى السما ما كتبقاش زرقاء، كلشي كيولي الارض بيضاء والسماء بيضاء كلشي ابيض. ايوا الله يدوز ان شاء الله هذا لا سيزون هذه ديال ليفير يدوز ان شاء الله بخير وعلى خير. المهم انا خارجه دابا من الدار غادي نقضي واحد الغرض دغيا دغيا، وان شاء الله من بعد خاصني ندوز ناخذ سكوتش وندبر على جوردان. جوردان عرفتي ما كيكفينا زعما، كنت دبرت على واحد الكونتيتي، وهذيك السيده اللي كنت خديت من عندها الكراتن كانت عطاتني واحد الرولوات، ولكن هذاك الشيء ما كيكفيناش خصوصا مع الكوزينه والديكورات وداك الشيء، ما يعني ما كنبغيش نتسقرم كما نقولوا في الجورنال باش كل حاجه كتاخذ حقها في لومبالاج وما كيتهرش ليا. المهم جيت المحل غني عن التعريف، جيت للدولاراما وجاي كندور وبقيت عرفتي دخلوا واحد اللعيبه زوينه، شوفوا دير هو بحال فيل هكا كيشعل الضو، تقدري ديريه هكا في الكوزينه في لاكارات تحت لاكارات زعما ديريه في، المهم هكا ديريه تحت الفازه كيعطي منظر زويون. دابا اختي خلينا من الزواق داكشي داكشي يجي من بعد، دابا شنو اهم حاجه دابا يا اختي هو داكشي ديال السكوتش سكوتش سكوتش سكوتش. ناخذ ما عرفتش علاه خصني من رولو جوج، ديجا باقي عندي في الدار جوج نزيد جوج دابا ديك الساعه ان شاء الله الا خصني هادو ليكات عرفتي ديما كنقول ناخذ ليكات ما ناخذهمش، لان يدي كيتكرفصوا ليا مع الجورنان والكراطن وداكشي بحال اللي كيحراشوا راكم عارفين، بقيت تقيسي داك الجورنال كراتر. ولكن مشكلتي ما كنعرفش نخدم بالليكات لا في الشقه لا ميناج لا غسيل الماعن لا حتى شي حاجه، راه كاين تبارك الله اللي ما كتخليش الماء يوصل ليها ليديها، كلشي كديرو بالليكات انا والو والو.
جيت هنا قلت غادي نستغل الفرصه ونوري البنات اللي يلاه جاوا ولا ان شاء الله ناويين يجيو وكيبغيو يقلبوا مثلا على شي حوايج اللي يقدروا ينفعوهم. المهم كاين هاد لي رولو زوينين هادو الميناج التنقيه وداكشي هادو زوين كيبقى اقتصادي. كاين هذا مثلا فاش كتكوني كطرحلي ولا كتخملي وكتبغي تبقاي تدفعي في الالكتروميناج وداكشي ما كتبغيش الارض تكرط لك كديري هذا حتى هو زوين. هنايا جميع المستلزمات بحال داكشي ديال الصباغه وداكشي هذا مثلا فاش كتكوني كتصبغي ولا كتخملي ولا شي حاجه كتقدري تغطي به كيجي بلاستيك رولو كبير تغطي به الفراش ديالك وداكشي. شنو عاوتاني واحد الحاجه اللي مهمه كنبغي ديما نوريها لكم وانا عارفه بزاف منكم كيكونوا كيعانيوا منها واللي هما كل ما كيتعلق مثلا بالكنابي بالطبله بيرو بكراسه كيجبدوا يجرحوا لكم في الارض. كتشدوا هادو كاينين راه شو مرخاصين كتلصقوهم تحت الرجلين ديال الفراش ديالكم ولا الموبل ديالكم. كاينين هادو صغار على قد رجلين ديال الطبله كاينين هادو كبار على شكل مثلا الكنابي راه كيجيو بزاف باش ما كيبقاوش يكرطوا لكم. عاوتاني مثلا بعض المرات ما كتبغيش تقبل الحيط كتبغي تعلقي شي حوايج كاينين هادو فيهم ماركات يعني كاين اللي دغيا كيطيروا كاين اللي كيبقاو ثابتين. عاوتاني هادي دور ستوبر هادي كتبلوكي بها الباب باش ما يبقاش يتزدح باب الحمام باب الكوزينه. وكاين عاوتاني واحد الحاجه سميتهم هادو سميتهم ستوبرز وانتي سليب هادو مثلا فاش كتبغي تثبتي الزربيه باش ما تبقاش تحرك لك مثلا عندك وليدات صغار كتبقى ديما الزربيه تحرك هذه كتقدري تثبتيها بها تثبتي بها الباب حتى هو مثلا فاش كتبغي تسدي الباب بلاكار مثلا لي كابيني ولا هذاك ديال الكوزينه كتبقى تسمع هذيك طراق كتزدح ولا المجوره كتقدري ديري هادو. مهم شنو عاوتاني كنحاول نتفكر كاع داكشي ان شاء الله اللي يقدر ينفعكم. هادي تسلخي بها المهم هادي خلاص داز وقتها ديال الحشرات وداكشي. هادي الماونتين تيب هادي شي حاجه زوينه. الماونتين تيب هذا هو بحال كيكون سكوتش على جوج جوايه هذا كتقدري تلصقي به الطابلو تلصقي به شحال من حاجه كيكون فهمتي سكوتش على جوج جوايه وكيشد. هذا سبق لي استعملته. كاين الكريزي جلو هادي مجهده بزاف هادي بحال كما نقولوا ديك كولا سبيسيال ولكن نيفو طالع يعني مجهده بزاف. المهم كنتمنى نكون فدتكم في هذه الجوله هذه ولو شويه كما قلت لكم خصوصا الناس اللي ان شاء الله يعني كيكونوا يلا جي لكندا ولا يلا ناويين يجيو داكشي. بزاف الحوايج كتلقاي صعوبه في الاول باش تلقايهم يعني كتاخذ معك وقت باش تولي تعرفي كما نقولوا كلشي وتبارك الله راه كلشي موجود هنايا هي غير مساله وقت. وهنايا بنات غادي ندوز بسرعه نشارك معكم واحد الوقفه بلديه مغربيه من اللباس ديالنا اللي كنفتخروا به واللي هما الجلابات المغربيين. المهم مره كنحاول نشارك معكم هكا شويه من لا كوليكسيون مي اللي بغيتو تشوفوا كاع لي موديل اللي كندخل الجديد لا في قفطان لا في تكاش لا في كلشي ما عليكم الا تمشيو دائما كنقول لكم لاباج ديالي انتصار بوتيك واللي ما شريت نزه المهم الواحد يشوف الجديد. بالنسبه للشحن راه يعني البنات كيبغيو كومونديو راه ديسپونيبل يعني كندا كامله امريكا كامله ومعظم الدول الاوروبيه وميم هكا الا بغيتو شي موديل يعني سوغ كوموند راه كتقدروا ديك الساعه تواصلوا مع الوالده ديالي في المغرب كتكلف لكم هذيك الساعه. المهم غادي ندوزو دابا اختي لهذا اللوين هذا اللي كيبقى عليه طلب كثير عندك هو النوار لانه كيتماشاو مع كاع الاوقات والمناسبات عمره عراضه مناسبه اي حاجه. المهم غادي نشوفوا معايا هذا الموديل هذا شوفوا تبارك الله شحال غزال وغادي ندوزو اللوين الثاني ديال هذا الموديل بلاتي هكا لكم شوفوا لا كولور كي دايره كتحمق البنات فنان بين الالوان ديغراديات ديال يعني الالوان الترابيه شوفوا نفس التريزان نفس الموديل العقيده هكا كيجيو مزرولين اللي تقدروا اي لون هكا الا كنتي كديري الفولار تقدري اي لون تختاري من هنايا وتماتشيه مع الجليبه. ندوز معكم لهذا الموديل هذا لي موديل سامبل العشاق داكشي لي ديسكري سامبل ما فيه لا كثره الزواق لا والو. المهم هذا كريب ولكن راه تشوفوا كاين فرق ما بينه ما بين الاخر هذا كريب كيجي غيي غزال حتى هو هذا انا براسي خدمت ليا فيه جليبات وتونيكات كيجي فن 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 البنات في اللبسه ديالو. هذا كيجي غير عين عقده يعني كما تشوفوا كيجيو العقيدات الكميمات شوفوا الدريس كيفاش داير غزال. وهنايا هذا دخلت لكم فيه اللوينات غادي تشوفوا معايا هاد لا كولور وكاينه هاد لا كولور هادو شوفوا كيفاش دايرين وما كانش يمكن ليا ما ندخلش لكم النوار في هاد الموديل هذا. خلاص النوار شوفوا كيفاش كيجي هكا هابط وغزال كيجي هكا غي شوفوا بحال الغفل زوين بلارجونتي فوالا شوفوا الكميمات
كيجي ما شاء الله زعما سامبل جليبه ديال كلشي. خاتمتها ما شاء الله تبارك الله بهذا القفطان. المهم درنا جليبه جليبات قلت غادي نختمها معاهم بهذا القفطان من اخر كوليكسيون دخلت. كيحمق كيحمق المهم حتى هو البنات شوفوا تبارك الله في الكريب دو سوا كيجي فيه طريزات طريزات من هنا، ولكن لو ستيل ديال الفصاله ديالو هو اللي ميزو. انا بعد لكم باش تشوفوا هنايا لاحظتوا كتجي هاد الطريزه هادي وكيجيو فيها لي بلي فوالا كتجي هنا لي بلي وهنا كتبقى هابطه. ولي كولور اللي دخلوا فيه شوفوا كيفاش دايرين فنين لي كولور اللي كاينين هنا في الطرزه هما اللي يجي هابط كله عين عقده هكا مزرولين في اللوينات. وكتجي هاد السانتور هكا سامبل ميم هنا الكميمات كيجيو مقبوطين. الا كنتي دايره ساعه ولا شي حاجه كتقدري تطلعي يجي هكا باين يعني باش تتابعوا ان شاء الله دائما الجديد ديالي. وكما نقولوا اللي ما شريت نزه المهم تشوفوا الجديد في قفيطنا في الجليبات في القميصات. ما عليكم الا تبعوني على لاباج ديالي انتسار بوتيك في انستغرام اللي هي كناخذ منها الطلبيات ديالكم. وكما قلت لكم الحمد لله يعني الشحن راه متوفر لمعظم الدول. شي ولا كيظلم عندنا الحال بكري ولي دابا تقريبا 4:30 صافي كتلقاي ظلام الحال عرفتي كيضاق عليك خاطرك كتقولي ويلي نهار صافي سالا وي فريمو كيولي عندنا في ليفر نهار قصير ما كتلحقي ديري فيه والو صافي كتوصل كيظلم الحال واخا كيكون باقي زعما الوقت يلا الخمسة العشية ولا شي حاجة كتقولي لا صافي ما بقى عندي ما نقضي. ايوا المهم عطاتوني دابا دخلت هنايا ديجا رديت لي باتي تسلقوا هما اسرع حاجة واكثر حاجة ملي كنصايبها كنعرف ولادي غادي يكونوا فرحانين فداك العشاء. غادي ندوز ندير لي بات اليوم قبيله كنت قديت صوص بيستو وهنايا كنت خرجت واحد صدر دجاج دزت قطعته رقيق صافي غادي نطيبها ان شاء الله. اول حاجه لي بات كيتسلقوا مع شويه المليحه ولا بغيتهم يجيوكم بناني كديروا مع الملحه كتزيدوا في الصيص تاع الثومه وكتزيدوا ورق سيدنا موسى معاه. وهنايا لاصوص انا غادي ندوز نوريكم ان شاء الله زعما اشنو غادي نضيف عليها. في المقله درت شويه ديال الشامبينيون غادي نزيد معاه هنايا تقريبا جهد طريفه معلقه كبيره ديال سميتو ديال الزبده كتعجبني الزبده. هنايا خديت الصوصه الثومه اللي ما حكيتهمش قطعتهم بحال هكا ونص بصله صغيره تقدروا ديروا البصله الخضاريه كيما في البوطه البصله الخضاريه حتى هي كتجي زوينه ولا البصله حمراء اللي كان صافي. تقدروا تزيدوا الفلافل ملونين هنايا الفلفله ما كيبغيوهاش ليا ولادي بزاف فهكاك علاش درت غير هذا غير البصله وصافي. وغادي نخليها مع الشامبينيون صافي غادي نخليهم هنايا يتحمروا واحد شويه وعاد غادي نزيدوا الدجاج. هنا بالنسبه للعطريه لان لاصوص اصلا اللي غادي ندير فيها كلشي يعني هي صوص جاهزه فيها من السماء انا غادي نزيد غير شويه ديال الابزار وشويه ديال المليحه ما كثرش لان ديجا حتى الصوص كتكون مالحه. ما كتشوفوا داك الدجاج هكا تحمر مزيان وهو داك البصيله دابا عاد غادي ندوز نزيد الصوص. تقدروا بنفس الطريقه يعني ديروا حتى هذيك صوص بلونش ولا شي حاجه غير هي غادي نبقى نزيد شويه بشويه لانها باش ما بغيهاش تجيني مجهده بزاف ونورمالمون هي كتكاسه حتى بشويه ديال الكريمه كريمه الطبخ. دزت هنايا زدت هنايا غير شويه ديال الكريمه لان اصلا الكريمه راه حتى هي راه مجهده يعني كتجي شويه ميدمه صافي خليهم يغلاو شويه مع بعضياتهم. ولي بات اصبحوا جاهزين بلاصوص بيستو والدجاج والشامبينيون شوفوا كيفاش كتجي كتجي غزاله مع ديك النكهات. هي اصلا هذيك لاصوص من بعد منين زدتها كتكون فيها الزيت البلديه انا ديجا مطيبه بالزيت المهم جا واحد ميكس ما نقولش لكم هي كتجي شويه مجهده صافي. هنا قديت عصير كما العاده بالليمون والخوخ وزدت عليهم شويه الفرامبواز صافي. دابا غادي ندوز نقاد الطبيصلات الاخرين اللي هذا يا بنات غادي يكون وصل اليوم ديالنا النهايه ديالو. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكون دوزت معايا نهار خفيف ظريف المهم فيه جري جري جري. شحال من حاجه بعدا قضيتها اليوم كنحس براسي بعدا درت شي حاجه اليوم والتتمه ان شاء الله تكون في ايام الجايه. تهلاو في راسكم شكرا دائما دائما على دعوات الخير الله يحفظكم الله ينور طريقكم الله يحفظكم من شر الخلق ان شاء الله. واللي في نيتها شي حاجه يا ربي يسهل عليها فيها في هذه الايام هادو ونتلاقاو فيديو جديد. بوسه كبيره لكم ومع السلامه.